نسيت انا نعاود نقرا يا اخي حالي هادي ما تصورش العقل هذا وانا علاش كي تجي تفهم معها انا متفاهم معها واش كاين المهم مطلب من الشيخ جيت نشوفك على جال حد 16 هذا انا ما مش عاجبني حد بالكل مثلا كريمة مثلا كريمة ايه كنت مرة نوجه مطلوشة دايما هنا احنا ونوجه مبادر يما ها وردي باشاني كان فصل دبا هنا كان اكلمش فلا فردبا في لابوراتوار تاع المسيدي تخطر اسمع خوك راه تليفونه قال باش تدي له الدوسي المكتب دركا ايه دو وعلاه ما نجوش دركا انا راه لابيبليوتيك ليه كملو هو يخدم في هذا الدوسي وليدي وصله له وروح لابيبليوتيك وين راه الدوسي ها وهذاك الحمار استشهدك ابو نبي ايه لا غير عنده زهريه موكب الربيع تهادى سبقته امالنا للطلوع شكرا اجلس مفيدة هاي السطر الثاني حاكيا روعة وسحرا حلالا ولحونا علوية الترجيع شكرا اجلسي يمينة السطر الثالث وشذا حيثما توجهت يغزوك بعرف من الربا والفروع شكرا الان من يقول لي من هو كاتب هذه القصيدة قف نبيل من هو كاتب هذه القصيدة؟ الذي كتب هذه القصيدة هو عبد الكريم عقول أحسن شكرا شعل ساعة ساعة ونص نكون في الدار لا هاي هاي على خير
فين؟ ارشفوا. شوفي تحطيهم فوق المكتب، خذي الباراسول اللي مديت كل شيء. اسمح لي عطلتك. هذا الشيء اللي عندي اسمع فرش مخلق نسيته. شوف اللي قبل تظهر معاه مطلق عمرك ما تنسى. اخبرت عمي تملي اللي جبتهم بعد عنا اجتماع بهم تطلقهم العشيه. مراجعة الدرس الماضي. قيام الصف الأول. يلا اثنان اثنان. خاطئ كل ثلاثة لنا في البحثين أخلص من البرتورة. أو بارك عند رباشة من الماء خلاص أجد دورة. أو أني طالع الدوش بيك نكمل لي دوفر ديالي ندي معك أسكون طرى مع صاحب الحومة الستار تحب جي معنا. أو ما نجمش على خاطر ما بيخاف عليك. لا سمح لي كلو طرى أسطر نحيو الفريق تاعنا ونشجع باش نربح هذه الفايدة لينا. أجد وحدة بركورة. أو ما أقدرش برام لي فاسير جي لعمة نزيد ندوز عند واحد صاحبي سمت لي زمارة باش على باه غير ولا ما ربحناش الماتش نتوه عليهم بالزمان نطروشوهم. قناك شتيني مليح؟ أنا تروش شيري تقولي لوخر؟ إيه فيها من عيب وإذا شبت لك باش توخر راني مغصوبة يرحم مالديك. ولكن مغصوبة؟ أنت توخري موشي أنا. زيدي شوف فيها مليح زيدي وقيلة ما عجبتكش. نوريك الرجال كيفاش دايرين. حبني الوخر درك الوخر. ما زلت تحلي في فمك. يا سكتي ولا نعطيك الثقل نبحر لك عقلك. يا اخي مرايا واش بيك؟ مصباحي نقول لك وخري. زيدي شوف بيا انا زيد. محمد واش كاين؟ مصباح راني واقف هنا بالضيف وقت على جالها وما حبست توخر. يا ودي مرايا عطينا قدر خليها تعقب وخلاص. وين تعقب تعقب الجهنم؟ لو كان جات مرايا وقرايه في الدار تربي ولادها. ماشي هنا في الزنقه بقحر في الرجال. وعلاه قحرتك انت؟ يا اخي قلت لك وخر راح ليا الحال باش نجيب وليدي من المسيد هذا مكان.
اسمعك يا محمد، لا حاجة صغيرة تدير عليها مشاكل. وانت واش دخلك؟ كيفاش واش دخلني؟ أي حاجة صغيرة. زيد فيها هيا. حطك زيد فيها ولا الأخر. حطك زيد فيها. خوك نعطيك تماغن. زلت ما جاتش ماك تديك. اي على الحال شوف تعرف الدار؟ مالا روح للدار وكي تجي ماك راني نقول لها راك روح. ها؟ روح وليدي روح. سلامة. علاش ما جاش واقع راح تما في الخدمه؟ واش راك دير هنا؟ لا نسكن تاع سي 18 وين راك راه دركا؟ جانيت وقال لي روح نعطيك كتابات. هذاك يمد لك كتابات؟ الله ما ديها وكما تمد لك شي حاجه. وي هاي تخاطر كاين بصح هو كما يمد لكش انت روح وتشوف. جانيتو ما كاش هنا على بالك شرة هبط لنا بلاصة وين جاي هاد البلاصة تحت كنت جبتو ريانا ايا استنى هنا بلاصة بعيدة بس غدوكتو كاش كاميون تلقاه معلق يمني تعلق بالكاميون عنده طبيعه انت كتسيبو معلق بالكاميون تروح تعلق باش تهضر معاه
يا نفس حسبني انا خاطر من الكاميرا هو تنايا. شوف ما دخلش روحك. شوف انا قلتها لك دوكا لك ما صدتش عندي كتابات نهردو براسك انا بغيت نشوفو لك هاوليك هاوليك. شوف واش قلت لكم هاوليك. استنى استنى مسكينه وكي شافك ما جيتيش قلت له روح خاطر شفت راح عليه الحال. شحال عنده من اللي راح؟ تقريبا واحد نص ساعه من اللي راح. صح بقى على خير. سلامه.
عمي الحاج. ما شفت نبيل؟ ما شفتوش؟ ما شفتوش؟ ما حتيش تجيبيه من المسيد. ما صدتو لا في المسيد لا في الدار. ما تقلقيش روحك هيا تخلص. لا لا يما روح نحوس عليه بالك اش ما صرالو. بالك تخالفتو في الطريق ما تقلقيش روحك. هاي علاش الا لقيتيه في الدار تيليفوني لي ما تخلينيش نحير. ها نبيل ما كشف في الدار ما راهش عندك. فروح زوج خطرات للمسيد ووليت ما صدتوش لا في باب الدار لا في باب المسيد لا في الطريق. لا لا ماشي مالفي روح لعند حتى واحد مالفي جي غير لعندك. خاني خايفة شي واش صرالو. تدري هنايا في هذا البرد. بصح ماشي كيف كيف انا وليدي يقرا في المسيد اللي هنايا. لا سامحينا راهي مخلوقه الجنينه خلاص. اخويا خليني ندخل. ممنوع اللي باش نخليك تدخلي وما بقى حتى واحد هنايا. Thank you.
مازلتو ما صبتوش الولد. مازلنا ما صبناهش والولاد خرجوا كامل. راهي تاتي ما وفهمتها. قلت لها بلي ما بقى حتى واحد. مالكش ما وين قعد وانت ما شفتوش؟ كيف هذا ما شفتوش؟ كان قاعد هنا مع وليد ولي. استنى استنى كيما جا حتى واحد يديها راح. منين راح اخويا؟ راح لدارهم كيما العوايد راح منا. صحة. واش ما صدوش راني قولي على المسيد دوك قال لي كونسيرج بلي ماح يما نديك للدار بالك يحق عليك وانا نروح نحمس عليه. جوزي سي بن شيخ كيفاش هذا خرج قالنا يقعد في الوزين يرجع. اسمع اسمع لي مليح كي يجي يقول له مرتو راهي تليفونات وليدو مازال ما دخلش من المسيد. ايه ايه يجي في ساعة للدار يرجع للدار صح. شنو هاد الحكاية؟ وراه نبي مازال ما جاش. وعلاه؟ ويما ما راحش تحوس عليه؟ راحت تجيبو بصح تعطلت ما وصلتش في الوقت. وهي وراي؟ راهي في دار الكوميسار قد كلحقها لدار الكوميسار. طلب يا ربي ما يصرى الوالو لنبيلة. ان شاء الله ما تقلقش روحك يا وليدي بالك دوق تجيبو وتجيب. عليك يا مراد لازم اليوم في الحين في الحشية هذه تلقى لي مقد. شوف دير الرجال تاع كامل في القضية هذه اليوم 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 لازم تجيبهم. ماني نعرفهم يا مراد كانت قضية معهم في الماضي.
صح انا نتصل معك من بعد ايه واحد 15 دقيقه عندي هذه القضيه هنايا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله هكذا انا ندرسها كيف كيف صح مرات شو هكذا اذن هذا هو التقرير اللي عملته لنا شوفي لك موافقه امضي من فضلك ها تفضلي أيوة شكرا قولي لي ما تكونش عندك واحد صورة تاع وليدك استنى شوف عندي واحدة كان فيها عمره 6 سنين لا 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 شوفي احنا نسحقوا واحدة تاع هذا العام باش نجيبو نحوسو عليها لا احنا ما عنديش بصح في الدار عندي ممكن نعمل تليفون معلوم معلوم تفضلي عبد الرحمن علي راه تما راني في الكوميساريا من بعد نفهمك شوف روح لبيتي في الخزانة على يدك اللي صرات سابق جر يتصاور متاع نبيل جيب لي منهم زوج ولا ثلاثة صح كي نسيبهم انا نجيبهم لعشر دقائق نكون في الكوميساريا يا علي واش حبيتي فيسا وراكي رايحة رانا راح نحوس على نبيل خلينا احنا ندبروا روسنا نفي صراي في الكوميساريا علي خرج وانا راح ندير لها تصاور ما تزيديش انتي انا رايحه عند واحد الولد يقعد معاه في المسيد ويلعب معاه بلاك نلقى نبيل عنده في الدار ولا شافو كش ما وين راح خلينا احنا نحوسوا عليه انتي قعدي هنا ما تروحيش وحدك يا عبد الرحمن كيفاش تحبني نقعد هنا في الدار وتبقى يديا ولاد بنتي بلاك مات ولا شوين راه مطايش صح السنين وصلك كيفاش توصلني روح ندير لهم التصاور للكوميساريا وانا نروح نشوف الطفل عندي ربع ساعه ونرجع لهنا صح دكتور سيبي الشيخ بغي يشوفك وراه النبي وش صرا له رحت ليه المسيد ما سبتوش وليش ما سبتيش لحقت شويه مؤخرا وش عطلك ها وش عطلك هيد كلمه سيبي الشيخ من فضلك هدنا اعصابك قول لي سي بن شيخ وليدك ما زقيتش عليه اليوم صباح؟ لا ما زقيتش عليه وليدك مشي من داري يهرب للبيت؟ هذه أول مرة نبيل عمره ما خرج من البيت بلا ما شاورني شوف عندي تصويرة نتاع وليدي عندها 3 شهور تقريبا أيوا شكرا هذه هي اللي تولنا شوف على كل حال الشرطه راح تعمل كل ما في وسعها باش تصيب وليدك انتم من جهتكم حوسوا عليه عند الاقارب ولا عند واحد مصحابه وهذا الشيء مضاري وقع صح بارك الله فيك هيا نودي انت نودي درو علي لي ماشي انا وصلت شويه مؤخرا للمسيد الكونسيرج هو اللي قال له روح وحدك للدار اوكي كونسيرج قال له روح وحدك للدار نبيل ماشي قادر يمشي للمسيد للدار وحده بلا ما يتبحر لا خاطرش انت اللي ولفتيه تديه وترديه ربيتيه كل بليده قلت لك ماشي هذه التربيه اللي تنفع قلتها لك ولا ما قلتها لكش علي بركه ما تتهم فيا وما توصفش نبيل بهذه الصفه مال في روحي ويجي وحده للمسيد لكن اليوم مانيش عارفه يا علي مالا وين راه وين راه انا جبت صور
كاينش هضرك راه مقلق على وليدو لابيل نصيبوه هاي هاي روح للبر انا محتاجه ليك لا ما نلومش عليك لكن كان من حقك تثنيها عن باب المسجد وهذا ما كان ولو كان نروحو نحوس عليك في السبيطار السبيطار ولا السبيطار ربما جرى له حدث تحبي يجرى له نفيسة يرحم والديك واش تحبي يجرى له اخوك راح يحوس عليه وانا دوق نحوس عليه عند الفاميليا نشوف عند صحابو تاع المسيد ونصيبوه ايا نفيسة تشجعي ودخلي للدار اي يسجي ودخلي للدار علي الغلطة ماشي من فيسا المهم نسيبو الولاد ياك عندك الحق نروحو للسبيطار تنحوسو عليه يمكن نوقع له كاش حدث حتى ما تخبرش من فيسا باش ناخدو عاش صح جمال ما بيت صحاك كيفاش تبحر وانا كيفاش عارفه وكيفاش تبحر مانيش عارفه شافوش يلا عتيقة جمال نبيل ما كانش معاك في المسيد ما شفتوش ملي كنا كيف كيف في المسيد وخرجنا ما شفتوهاش مجاش للدار مجاش يا وليدي للدار جمال كي تخرجوا من المسيد كانش بلاصة تروحوا تلعبوا فيها كش ما شفت واحد ديه في الطوموبيل يا اخي ما فاتي ما ديه في الطوموبيل جمال اهو طاح الليل ونبيل مازال ما دخلش للدار تفكر مليح يا وليدي بلكش ما وين شفتو ونسيت كي تفكر تقول
قولي وين شفتو وانا نروح نجيبو. ما حتاش شفتي عند عمر. شكون عمر؟ عمر سلامي. وين يسكن هذا عمر؟ يسكن تحت سليمة الديبيسي. عمر سلامي يسكن قدام سليمة الديبيسي. صح يا وليدي دق روح نشوفو. تنساي على خير نعيش. عمره 10 سنين. ما عم يجابوا شيء. أخذ تحقق من تحقق. لابس سطول مزال. اسمع طلع الفوق وعد مع دليلة. دليلة؟ ايه حبيبتي راهي الفوق كانت معايا. انا دوك نروح للسبيطار ونولي. نجي معك؟ لا لا ما تجيش معايا طلع قعد معاها.
انا نسكن سيدي علي. نعم. هو يقرا مع وليد اختي واللي مولد اختي نهار كامل ما دخلش للدار. ما انا قلت انا بالك ما يعرف عليه ولا بالك شافه ولا مريض. اش بيه؟ دار اكسيدون طاح من الكاميون. اكسيدون؟ شوفي ماذا بك تخلينا نهضر مع زوج دقائق. وراقد. شوفي يرحم والديك زوج دقائق برك. تفضل. صح. واش راك سيدي علي لاباس؟ قول لي شفت نبيل اليوم؟ شفتو. وين شفتو؟ الكامل. واش كنت تدير في الكامل؟ شنو نفكر؟ كنا معلقين. راك شافي عليه؟ أنا شافي عليه. كيف عامل؟ أصلا تفكر هو طويل. إيه؟ قبل ما جيت نطلع فيه. إيه؟ صبت نميرو. وش نميرو؟ 28. Thank you.
مانيش نتبع فيك يا مرا، واش بك هبلتي ولا؟ يسر معاك بركة كبير. او سبتي ديجا تبع فيك وكذا. المرا هادي تقول لك ما نعقلهاش. ما تعقلهاش؟ ما نعقلهاش سبحان الله. ما نعقلهاش هادي. ماذا وين صبتها؟ انا خارج من الدار على السطاط. ايوا حتى نشوف قدام الدار ان فيات 128 بيبان محلولين كلينيوتر مشعولين، والمرا طايحه على الفولو هكدايا ومتقيه الدم. علمت الشرطة؟ ولا لازم نعلمهم الشرطة؟ إيه لازم باش يعلموا مواليها.
هذا الواجب ديالك. لا لا انا درت مزيه حتى نولي ما كانش واحد ضربها ولا قتلها ولا عندها درام دوملها ولا حاجه. لا ما تقول انا في مشكلات ولي كومبليس مالا تما. ما تخممش المره مريضه يقولوا بلي انا لي. لا لا دكتور انا تسمح لي جبتها لكم ليكم انتما ديروا الواجب ديالكم انا استفترق وهذا ما كان في الامان. صح اخر مالك الو جوز للدكتور مدني صح خلي واحد صاحبي في الحسن ديالك كيلالي الو كيفاش Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans, de mise en urgence pour un symptôme douloureux aigu de l'épigastre. Aïe. Monsieur, attends, calme. Aïe. La tension est à 6-8. Bien. Demandez les examens paracliniques préopératoires. Et dirigez-la au bloc d'opération. Après réanimation, bien sûr. Bien sûr. Je l'opérerai tout à l'heure. اي جابوا لنا نسات لاكسيدون طلعوا على البلوك بلوك اوبيراتوار لاسيسيا واش يديرون هكا عند مونتوري باش يشوفوها يا اوبيريوها كاش ما يشوفوها يوبيريوها بالك عند مونتوري قلت لي يا الو وي لا ما روش هنا بالك يبدا شي حاجه ما كاينش بالك شي ما كاينش حاجه ندير حد صرا لها كلمه خليفات دائما هذه راه شافت الطبيب وبالعمليه تبرا غيكون مهنيه انا شفت الطبيب قال لي ما نقدرش ندير لها العمليه غير اذا كان الدم في صح هذه المره ما نقدرش نسلك إيما اللي سمعك تهضر هكذا يقول مختي ماتت خلاص نزلها حيا نسيبوا لها الدم ونسلكوها إيما انت معاهم كيحبسوا في السبيطار وما نلقاوش الدم هذه المره بنتي ما تسلكش منها يا عبد الرحمن انت راح تموت انت نبيها تموت في دار ما خليهاش تموت في السبيطار يا وليدي شوفوا الوجه الله خليوني خرج بنتي تموت في داري ما تموتش في السبيطار دكتور مدني انا مشكل قالوا لي بلي ما حبيش ندير العمليه لزوجتي علاش زوجتك ايه زوجتي مدام بن شيخ مدام بن شيخ ما نقدر ندير والو في حالها كيفاش
كيفاش؟ علاش ما تقدروش؟ علاش؟ إذا بدينا نزعفوا ما نحصلوا على حتى نتيجة. المرأة نتاعي راهي مطيشة في الفريش وراح تموت وتحبني ما نزعفش. راني فاهمك، ولكن الأحسن تكلموا بالعقل. زوجتك يا سي محمد من سوء الحظ عندها دم من النوع أو نيجاتيف، ولا توصل تحت ضعيفة بزاف، عندها إين بيرفوغاسيون دولسير وضيعت بزاف الدم. إذا نقوم بالعملية راني نقتلها. شخصيا اتصلت بمركز تحقيم الدم، ما عندهمش كمية نسبة. راني نقول لك ونعاودك يا سي محمد، العملية بلا دم غير ممكن. بلا اسمعني مليح، زوجتك راح تموت ولكن نقدروا نسلكوها. إذا ما عليك لا تتصل بصحابك، بحبابك، بعيلتك، كل الناس اللي تعرف. اعمل كل مجهودك وزوجتك تسلك. انترناسيونال انترناسيونال تريبل انترناسيونال شامبيون دو موند الجيري. واش بيك؟ هو اللي حبيت نشوفه. حبيت تشوفه؟ علاه ما عندكمش تيليفزيون؟ يروح للصاد. اختي راهي مريضه في السبيطار، راهي قريب تموت، يلزمنا نهضر معاها. اسمع ميلو ماشي طبيب فوتبالور، طبيبه غير في الدوره. ما فهمتينيش، اختي راهي محتاجه للدم
وغير هو اللي يقدر يسلكها. ميلو بيسلكها في 18 مليون خيرتو غير ميلو. وصبيطها ما عندهمش. هو ما اللي بعتوني لهنا على خطر الدم نتاع راجلك هو اللي ولى مختي. اسمع لي مليح، يزبك تجي معايا على خطر غير بيك انت اللي نقدر نجوز لي ونشوفه. اني عارف اللي يقدر يجي معايا ويخرج. يلا نروح. حبي اختي حل باب حل باب هيا بلا فمكم مش بكم تما حل باب. انا يقول لك من حش الباب علاش حل باب؟ عندك ورقه؟ عندك كارد فيتاسيون؟ كارد فيتاسيون انا يقول لك حل باب. حل باب هذا سيدي خلي روح خلو روح ولا اسمع تحوش تفهم ما تعرفنيش وقيله شكون انا منظر اقول لي يا لالا وقيله تحوس على بلاصتك في السياره بلع انت فمك هيا اسكت انت. ايوا علاش ما قلتليش ضرب الاول؟ لا قلنا نسالوك الحاله. او هيا حل الباب. جوزي تفضلي. هلا بالي سيك. هيا صحيح. هيا صحيح. جوزي تريحوا بها الحبس على المدير. نجي معك. سمح لي ممنوع باش تدخل معايا في وسط الملعب. ما تطولش يا سي محمد يرحم والديك. ما تخممش انا نقول لك دوك يجيبوه وغير يسمع بيا يجي يجري اختك تسرق ما يكون غير الخير. الله غالب لازم تستنوا حتى يخلص الماتش. وشنو؟ حتى يخلص الماتش وراجلي شفتو هدرت معاه قلت له بلي راني هنا. لونترينور ما حبش يخليني قبل ما خلاليش غشني ودوك راه في حاله ما تعجبش مانيش عارف كيفاش راح تفرق. كيفاش راح تفرق؟ هل لونترينور هذا رحم بالك عنده قلب ولا حجره؟ وهذا المخلوق خطوره حتموت ما غاتكمش يا سيدي. ميلو باو تكسر رجلو تنحات لازم ترمبلاصيوه ولي غنبلاصه وين راهم؟ اسمع يا مرا ما نجموش رمبلاصيوه على خاطر هذه ماشي ما راهي انطلقت. راكي تسمع 80 الف اللي راهم يسجعوا فيها راهم متاكلين عليه خاطر هو محرك تاع الفريق وهو اللي ماركا البيت. لازم منا نربحوا هذا الماتش. انا عارف واش بغينا نعمل. اسمح لنا قابلتهم تخلوا المراه تموت على جال الماتش ما لحلو ودني يكون مليح. دوك انا مراه نهبط للصالات ونصوغ ونفسر والشعب كامل يسمعني وغير راجلي يخرجوا من الصطاد وندير معايا للسبيطار وغير ما راني نسلكوها. سمعت لي يا سي المدير وانت تبعني. واحد شي امراه هبلتي ولا واش؟ اسمح لي يا اختي هنا دار بن سالم. لا بصح ولا بيتي ماشي هنا. شوف يا اختي الله يرحم والديك جيت نشوفك على واحد القضيه مهمه جدا. حلل الباب باش نفهمك. راكي تسمعي فيا الله يرحم والديك حليلي الباب. شوفي الله يرحم والديك حليلي الباب باش نفهمك. مرتي راهي في خطر راهي في المستشفى
وراهي في الممات ومدى بيك تجي معايا خاطرش قالوا لي باللي الدم نتاعك كيما الدم نتاع المراه ديالي سي المنقوب كي تسمعي لي فهمتي اما يسجيك يلزمك تجي معايا للمستشفى باش تعطيني شويه دم الله يرحم والديك يا اختي اكيد تسمعي لي حلي لي الباب الله يرحم والديك باش نفهمك مرتي راح تموت وانتي تنجمي تسلكيها حلي الباب يا اختي الله يرحم والديك حلي الباب لا يسجي لك الولاد الله يرحم والديك حلي لي الباب ما تسعقش محمد قول يا سي محمد تعرف سيد لي يسكن هنا بالسلم انا عارف هنا شوف الله يرحم والديك نفهمك المراه ديالي راهي في الممات وهاد المراه يلزمها تجي معايا للمستشفى باش تمد الدم ديالها على خاطرش الدم ديالها كيما الدم تاع المراه ديالي ومصبح راني نطبطب باش نفهمها ما حبش تحل الباب راجلها ماهوش هنا شوف انت جارها تعرفها وتعرفك شوف فهمها الله يرحم والديك بالك هي تسمع لك الله يرحم والديك راني فاهمك ولكن اسمح لي ما نقدرش وعلا سيدة هذاك تهضر عليه سان سكيرجي فمو فايح ما عرفش واش يتكلم كل شيء جينا خابطين دنا في دواس عينا شكون منه ولا وكين ما قدرنالوش والمراه تطلع عليها عايشه بالخوف يا سي محمد عندها شي ايامات هذا خوها جا حلت له الباب ناس مع بها قتلها كان تاخذ رايي اعطيك من سيدة ماهوش تفهمها وما نضرش يخلي عيال يجي معك سبيطار مستحيل اخطيك منه وين انت من نسب هذا السيد يمكن يسمع لي مش حاب نقول لك انا متبرد ما يخرج هروح معايا انت تعرف ولا يرحم والديك هروح معايا اجمع البروات هادو كاع عندي خبر فيهم انا يا بنادم يا بنادم نوصيك لا تقطع روحك بالساله تعالى شوف يا سي بنسال المراه ديالي راهي في السبيطار راهي في الممات انا عندي مشاهده اسمع كي نقابلو انا في البزقه شوف يا سي بنسال نحشتي بيك جيت من المستشفى المراه ديالي راهي في الممات والمراه ديالك يلزمها تجي معايا للمستشفى باش تمد الدم سي الميم جروب سانغيا فهمتني اما لا مادا بيك الله يرحم والديك لو كان سرح المراه ديالك باش رشيد قوامي لاكتور برينسيبال راه سير لي بلونشير ويخدم تجي تشوفو نتا تحب تشوفو ولاو من بعد يرحم والديك اخرج لنا يا ولدي ما فهمتنيش ما تسقيو الناس دركاتيك يرحم باباك خلي الناس راهم يخدموا الفوق هيا برك انا يا ولدي يما راح تموت يما مريضه هي اسنى شو اسمه دوك نشوفو
ولكن ما عندوش يما. سيدي المريض، سيدتي، بعد مؤامرة كبيرة هي قد انتهت مهمتي. قبلت سلطان صف باليسان أعطاني وصايا ليك. الفقر، المرض، الجوع، الشر، القصر، القصر كله مهدم، الأراضي محروقة، الخيم مقطعين، للألم، النساء الشيوخة كلهم هملين على الويتان تبوشي قطعة تغنم، والأطفال، الأطفال اللي كانت وجوههم تتألم، رجعوا كلهم غطيين بالدم. المفيد، المفيد، يا سيدي، المدينة كلها تقصي طوفان، طوفان، ولا أكثر، أكثر تقصي جهنم، جهنم يا سيد الملك، جهنم. صديقي الصوت، سقفل، سقفل لسان، يطلب إعادتك يا سيد الملك، يطلب إعادتك. أمر فرسان يقف قدام الببان، أمر فرسان يقف قدام الببان. ما تروح، ما تروح. سيدتي، خليه يروح. فين يمشي؟ هو من أبرز الشجعان. أمر فرسان، كبر فرسان. ماشي. ما تبكيش يا سيدي. واش تبكي أنت لهنايا؟ واش قلنا؟ واش قلنا في الاجتماع؟ واش قلنا؟ واش قلنا ما تنظموش حنا نقعدوا كلهم كيف كيف ولا كيفاش هذا؟ قلنا كل واحد شنو تضربوا؟ انت مضربك الدروج واش جابك لهنا؟ السلطان! انا مالي نلعب انا؟ انا رايح نلعب، انا رايح نلعب، ما تغلطنيش يا حمودي خيدك وندخل. الراجل وين كنت تخدم انت؟ وين كنت تخدم؟ وين كنت تخدم؟ عداء وين كنت تخدم؟ وين كنت تخدم؟ وين كنت تخدم؟ الراجل قال لك يماك راهي مريضة. يماك واش بها يماك؟ مانيش عارف انا يماك راهي مريضة. شناوت اخبار جد السلطان. ما تزكيش قلنا لك شبيك شبيك تزكي؟ لا سي تلعب وانت تزكي ولا ما رانيش صغير ويقول لك يماك ولا مانيش عارف يماك واش تقلق مانيش عارف موديك ما تجيش تقلق فيا انايا راهي مريضه يماك واش راك تحكي واش راك تخلط الراجل راهو تحت جا قال لك يماك راهي مريضه راح تموت يماك يماك انت لا لا يماك انت ايوا يما ميته شبيك عندك يماك عندي يماك مال على يماك لا لا مش على يماك راك غلط هاد الغلط و المسخره رحم والديكم راك تسمع روحنا راجل تاعك خلينا رحم والديك يا خلينا اسمع يا اسمع يا رحم والديك شوف احبط لك تحت من تبدا مالك تلقى السلطان حم حم عرض بالك عرض بالك على على يماك أرجع دركة تفهموا اللي عنده يماه ولا ما عنده حبس 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 واش تحب؟ تحوست عليك في الدار وقالوا لي نصبك أنا في التياتر في الدار واش كان؟ لا لا ما كاين والو ما تخممش أختي مريضة في السبيطار قالوا لنا أنت تنجم تسلكها وعلاش أنا طبيب أنا؟ لا لا يا أخي مرت ما تدم في السبيطار لا 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 ما تدم كان هاك الناس الناس قاعد ما تدم الدنيا قاعد ما تدم أنت باك ما تشدم أنت على هذه اللي جيتك دركة باه تجي معايا على خاطر لو كان ما تجيش أختي رايحة تموت كيفاه كيفاه؟ أختي رايحة دير أوبيراسيون إيه وفي السبيطار قالوا لنا انت تنجم تسلكها على خاطر عندك الدم اللي والو انا غير ما تكلش عليا انا ما نقدرش انا نحشي جوي كيف هذا ما تقدرش يا نسال تموت ولا حياه واش بيك انت لي واش بيك ولا انا لي واش بيا انت عملك ساهل انت هاي لعب الهوايه ماشي شغل لعب ادي هذاك نسحقوك انت انت اللي عندك الدم اللازم يا انا سي با بوسيبل واش بيك تفهم؟ ما نقدرش هادي ست شهور وحنا نطلعوا في الرواية ست شهور وحنا نروح ونجي وست شهور وحنا ما نقدرش والصلاة معمرة بالغاشي ما
ميكونش عندي الوقت نروح للسبيطار ونرجع ونتسنى عيب وزيد زاد ندخل في تروازيام اكت. الله ما نقدرش. واش راك تحكي على التياتر؟ واش راك تقول اختي راهي تموت وتا تحكي لها على التياتر؟ انا تنحب التياتر، تحب غدوه نجيب لك كاع صحابي وعمروك لاصال ديالك. بصح يلزم تجي، لازم تجي معايا. ونروح هكذا. بيطرب لي مسوس جيوديوها ولا نبعثها لكم صح. على كل حال إلا جاو واحد غير اللي نبعثها لكم ولا نعلمك في التليفون صح. ما نبعثها لكم قال اخر. الو صح اصلا شيء بلا ادي هذيك القرار البلوك بروفيسور مدني ام راح نواسي الاوبيراسيون صح. الو ها هنا صح راني نشوفها دابا راني نعرف نسقيها ها الطارق ايه لازم نسمع مرتي لازم يكمل ايه وحد يا سيدي ما يكون غير خاطرك. خلاص ما تخافش خلاص خلاص on va lui faire une ligature simple et un capitonnage et finir par une vagotomie. De 11 ans, lequel n'a pas reparu le domicile de parents depuis 6 jours 8 heures. Il a été vu la dernière fois aux environs de 17 heures par le gardien de l'école du Parc de la Liberté où il est scolarisé. Signalement, taille 1m10 environ, le teint clair, les cheveux châtains, les yeux verts. Il est habillé d'une chemise à carreaux bleus et rouges, d'un costume en velours de couleur vert d'eau. Il portait une paire de chaussures noires. Il avait en bandoulière un cartable en simili de couleur marron. En cas de découverte, on rattache avec la Sainte-Lucie de Scoutier pour tenir informé les parents demeurant 40 boulevard des Martyrs. واش نخبط واش هاد العياط واش تحب؟ راني مع العائله وطحتهم فان ما عنديش مونيفال باش ريباري الروضه. كاش عندك مفتاح ولا كاش حاجه نقدر نصلح بها؟ مفتاح واش عندك الروزه؟ عندي 404 بيجو
اسمعني دوك نجي. هاي لك روضة. راح جيب لك ريت. واش جيت بعد برودة هكذا؟ من بين الحرش. لقيت كل مغلوق. شتمتو نوزية لقاني ربي بيه. عطيك عقلية رد بالك مرة أخرى تمشي برودة كيما هادي راك لك قار والمونديال يا مرح في ولد عندك كاش واحد معاك؟ لا ما كان حتى واحد معاك راني نشوف في واحد هابط من الكاميون اوه راك غالط شنو؟ حبس يا ولاد اولاد حبس يا ولاد عباس
خويا جوز لي سي الحمد ماهوش هنا سي سادي تاع سيرفيس ترانزيت انا بالليلي تاع لايسنتير نعم ميم قولي حبيت نتصل بالشوفير اللي دالكم السلعه البارحه في السنطينه نعم لا الامر خطير بزاف نطلبك راسي اليوم كي عقلت سلطينة ما تولت في الكاميو تاعك راك متأكد البارح كي قلت في الجزائر ما جبت على شارع بوداف جبت ما تقطعش نجوز لك واحد سنين تفضل كلمت مع الشوفر تاع الكاميو يتعلق فيه نبيل واش قالك قالب لي نبيل حبط العلمه تعرف على خطف السايق تاع الكاميو حبس الكاميو تاعو باش يرتاح ونبيل هرب ولا نروح العلمه دركا اي درك نروح العلمه وانت نوصلك للكوميساريه واش ندير انا في الكوميساريه يلزمك تروح تشوف الكوميسار تخبرو بلي نبيل راهو في العلمه هكذا كيتصل بالشرطه ولا بالدرك الوطني ويدبر راسو ها وما تنساش قبل روح للمستشفى هيا كمل
راك عمي طه؟ لاباس راك بخير؟ الحمد لله. في دمان ما على بالكش؟ ما على بالي ابني ابني رجع السعيد. ايه السعيد هذه رحمه ورجع ويقرب الجمع. شوف 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 يقرا شوف يقرا مليح. ها يا هذا كيف خلاص ها اعطي لولادك باش يتعلموا. ها ها يا دي رايح هذا يقرا مليح. اعطينا شويه حلوه حلوه نتاع نعرف. ماشي هذيك ماشي هذيك او ما عادش يحبها منا هذه فيها العسل. يزود شوية وما وزوش مليح ما تقلقش عمي صال دير كيلو دير. ها يا سيدي او كيلو ونسرطل صح قرش مليح. ها يا عمي صال تفضل. شحال نخلصوك عمي سليمان؟ اروح برك يا عمي. صح عمي سليمان. اهل العلماء سيدا سطر فيك لاسوت الولايه الارجيه قولي فو بروند راتاش افيك لو تويك دو فوتر كاليتي بوليسيان اباكي مباكار كاتبو باكي تولي سيبوزي جون بن الشيخ نبيل فالوجي دان افي دو ريشيرش دون انتر دي فامي سلون اين انفورماسيون كي ريست افيفي لو كوندكتور دو كاميون ا بورد دو كي رابي براس لو تي نبيل اوري ديكلاري او بير افوار فو ديسوندر دو سون انجان ان لوكورونس ان كاميون اس ان تي ار ان غارسون كي سيتي انفوي ا ترافير شام dont la silhouette correspondrait à celle de l'enfant que nous recherchons. Dans la mesure où l'information s'avère exacte et la gentillesse de l'enfant qui est en disposition. Hey, Yamchi, Yamchi, Yamchi. للدار يا ولد. دارنا ماشينا دارنا في الجاير. الجاير واش بك يا ولد؟ دارنا هنا منا دارنا ولا دارك؟ كيفاش هذا دارنا ولا دارك؟ نسيت ولا عمي حبيت ندخل للدار بغيت نشوف يما. يماك يماك ماتت يا ولد؟ نعرف يماك يا خي انا باباك. انت بابا انت ماشي بابا مازيدش تعاود فهمت انت ملي هربت سوفشت لكن انا درك نعاود ندريسك من جديد. يا قلت لك الهربه خلاص كنت زيد تهرب لقتلك فهمت. شكون انا شكون انا؟ انا باباك عودة. ايه انت باب هيا مصاري.
في البحر ما هذه لقيتها لنا على 200 متر قبل الدير الان. اهلا ماشي نبيد على وجه الله. شوف انت زيد راح وش مليح الدير شوف كيش ما في حاجه وانا دوك راح بسرعه لان برك تشتيش في باتو اي بسرعه. رانا عثرنا على واحد المحرمة تاع السل الصغير ورانا محقين باللي هو راه هنايا راه على بعد الدفاع الوطني. لقد انا ولا لقلك
راه تقطع اللحم. راك متحقق باللي صالح اللي نسى الكراسه هذا هنايا؟ نعم ياه، صالح هو اللي نسى له. وما كانش معه الولد؟ ما كانش معه، وراه هز كرطابل وقال باللي راني لقيت بني. يا اخي متحقق باللي صالح المهبول اللي قال لك هكا؟ نعم ياه. بارك الله فيك يا سي سيما، يبقى على خير. بالسلامه. راك جيعان؟ الحمل كاين كلش.
راح تاكل؟ قلت لك راح تاكل؟ هيا ترفض؟ Thank you.
امشي امشي خيرك امشيش امشيش بركات انت مهبول شتني بلي انا وليدك ما عنيش وليدك وليدك مات ومرتك ماتت وما نسيتش نتحرك منا نريح انا ودير واش بغيت يا كلب اليوم نذبحك تهدينا صالح ما تخافش رانا ما ندير لك والو ما تقربوش ما تقربوش اللي قرب منكم يذبح الطفل ردوا بالكم الخسارة هذي حتى واحد ما يديه اقعدوا وين راكم راك تعرفني يا صالح راك تعرفني وراني ما ندير لك والو ورجع غير الولاد برك الو 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 المجموعه رانا لقينا المجنون مع الطفل جواه المخيم تهدنا سي محمد تهدنا السيد هذا اللي راه تشوف فيه راه مهبول لو كان يديروا اي حركه راه وليدك يكبروا والله اللي بدك مصارك اليوم اللي بدك مصارك يا كلب ها